السلام عليكم الاخوان، شد البث ان شاء الله. تشوفوا حال نهر ام الربيع، اسماك تحتضر، واحد الرحله مع المجرى ديال النهر. الجفاف يعصف بالبلاد إضافة إلى أزمة كورونا، حكومة نائمة الآن تدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه، لم أفهم فما دور الحكومة في هذا. صافي تجي تقول انت الناس صافي ما تشربوش الماء مثلا، يعني بحال تقول لهم موتوا صافي. سي اخنوش ازيد من 16 عام على راس وزاره الفلاحه، ما جاتو تقارير، ما عرفش الحقينه ديال السدود بلا راه غادا في التنازل، ولا تيتسنى في الشتا تصب ان شاء الله وحيدوس يقول اللي يقولوا العام زين. اول عام تكفس انظروا الى النهر، هذا بمثابة النيل ديال هذه المنطقة. المصب ديالو في خن عفراق، المنبع عفوا، وكيصب في المحيط. حتى الطيور لها الله، في مائها فين كان وزير الفلاحة السابق. خرج خرج، شوف الناس هنا راه كتموت.